محمد الغالي. بث فريق البولو من مجلس التعاون الخليجي يتنافس سنويا مع نظيره البريطاني إبان مهرجان أسكوت الملكي لسباقات الخيول الذي بدأ الثلاثاء وينتهي السبت. وعلى مقربة من مضمار أسكوت يقع نادي غارلز الملكي للبولو، ورسم الاشتراك السنوي فيه يزيد عن 100,000 دولار. وباتت تجري فيه المباراة الخيرية السنوية بين الفريقين العربي والبريطاني من أجل جمع التبرعات لمؤسسات خيرية في العالم العربي والبريطاني ومن أجل التقارب بين الشعوب. ولم ينسى الغرب اهتمام العرب بالخيل والفروسية وافتخارهم بها. ويحرص باسل محمد خير الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي المالية على أن تلعب الفروسية ولعبة البولو دورا في التقارب بين الشعوب. هذا النادي يعتبر مميز نوعا ما، ولكن هناك نوادي للبولو كثيرة في أنحاء كبيرة بالعالم، وعلى سبيل المثال في دبي هناك 3 نوادي للبولو، ويلعب بها كثير من الجيل الصاعد لا يتجاوز عمره 20 سنة، ويعملوا هؤلاء الشباب بقطاعات معينة أو مختلفة في 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 دبي وفي الخليج. هناك نوادي في تونس، في مصر، في الأردن. الذي يضفي أهمية على هذه اللعبة هو وجود الملكة إليزابيث ومشاركتها في تكريم الفريق الخليجي، إضافة إلى تكريم الشخصيات التي تأتي من العالم العربي. من قبيل ضيف الشرف رائد الفضاء السعودي ووزير السياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في الماضي لم تكن للبولو قوانين تقيدها عندما لعبها اسكندر المقدوني وجنكنز خان والفرس وأيضا العرب. ويرتفع قائما كل مرمى 10 أقدام وينهار الواحد منهما متى ارتطم بها الجواد حتى لا يؤذى لا هو ولا الفرس. ووزعت الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة الميداليات على أفراد الفريقين، إلا أن حصة الأسد كانت للفريق العربي الذي قاده عمرو الزيدان الذي استلم كأس البطولة نتيجة فوز فريقه 4.5 أهداف للفريق البريطاني. أفتي مقريتم، قناة الجزيرة، لندن.